هناك سؤال: كيف يتخلص من الطلاق المعلق؟ ومن قال لوالد زوجته على جهة المزاح: إذا أغضبتيني طلقت ابنتك؟ بالنسبة لي هذا إذا لم ينويه ولم يقصده فليس بشيء، ولكن لا بد أن نعلم أن العصمة أمر مهم، وأن الله قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وذكر ذلك في قضية الطلاق، تلاعب بالطلاق. فعلى الإنسان أن يتقي الله في العصمة، وأن يعلم أنها ميثاق غليظ، كما قال الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأن يبتعد عن مثل هذا النوع. وتعليق الطلاق على فعل أو قول مثلا هو بمثابة اليمين، فلذلك يمكن أن يكفره الإنسان قبل الحنث على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال: الله من عليه حلف على وسلم. يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حينئذ يكفر كفارة يمين بالله، لأن الله قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأيمانكم هذا اللفظ جمع تكسير مضاف إلى الضمير، وهو من ألفاظ العموم، فيشمل كل يمين سواء كانت بالله أو كانت بالطلاق أو العتاق أو الصوم أو الحج أو غير ذلك. نعم.